أحداث هذا المسلسل حقيقية، حدثت ولا زالت تحدث، ولكن أسماء الأماكن والأشخاص ليست كذلك، وأي تشابه أو تطابق بينها وبين الواقع هو من قبيل الصدفة أو الضرورة الفنية. فقط نؤكد أن التشابه والتطابق في الأحداث مقصود، لأنها حدثت ولا زالت تحدث. النهاردة أجازة وما تجوش بكرة إلا لو بلغناكم. ماشي يا حمو. سلام. إيه الحكاية؟ إيه اللي حصل يا حمو؟ المعلمة معتكفة النهاردة. ليه مالك يا فلا الشر؟ ولا يا حمو. أيوة تركي. افتح الوكالة تاني ورد على الحاجة، دايخة تضرب تليفونات من الصبح. الله، هي رجع بحري؟ لا، كلمتني من رشدي. هي إيه العبارة؟ ما تفهمونا. مالها الحاجة فاضة؟ الله، ما قلت لك معتكفة، يعني مزاجها مش تمام. ومن امتى بتقفل الوكاله لما يبقى مزاجها مش تمام؟ اصلك ما تعرفش اللي حصل يا معلم. مش اتخانقت مع المدهور صاحب الفيلا وتهجم عليها وكان هيضربها. ايه؟ يضربها؟ الحاجه فضل معداوي؟ ايوه يا جدعان، ده احنا ما نتسماش رجاله بقى. عشان كده البنايه نفسها اتكسرت وقفلت الوكاله. وانت كنت فين يا حمو؟ كان فين النونو؟ فين ولادها؟ فين صبيانها اللي مليان بحري ومش شايفه والجمله؟ فينك يا معلم؟ احنا لا شفنا حاجه ولا سمعنا حاجه. وانت يا ست تركية مفيش داعي للاشاعات بقى وبلبلة الجمهور دي. اتفضلي حضرتك اتكلي على الله وروحي. هو انا كنت جبت حاجة من عندي يا حمو؟ ده هي اللي قايله لي في التليفون، صحتني من النوم الساعة 6 الصبح وقالت لي انها يا كبدي ما نامتش طول الليل. تعالى يا عبدو يا شاطر، شوف مراتك الوحدانية اللي من غير رجالة، اللي ربت عجول ورق. يا ماما مش كده، قولي لنا بس نعمل ايه واحنا تحت امرك. تحب نضربه نموته نرجرجلك لحد هنا راكع على رجليه؟ تعالى يا عبدو يا شاطر، شوف خلفتك المقندله، اتنين واقفين قدامي منظر والتالتة نايمه بتشخر ولا على بالها. لحظه واحده، النونو على التليفون يا مرات عم. هاتي يا حيلتي، يا ريتني ربيتكم في الوكاله تبيعوا سمك. قالوا كنتوا تبقوا زي النونو ولا حمو. الو. ايوه يا نونو. روحي صح البت اللي راقده جوه دي. حاضر. لا خلاص، انا غيرت رايي، افتحوا الوكاله ومشوا الشغل لاني كويسه.
تسلم لي رقبتك يا نون. لا 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 ما عنش الأوان للكلام ده. مين؟ حنفي؟ وعايز ايه؟ اهلا وسهلا. لا 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 الحكاية مش مستاهلة ده كله. اما شوف رجالتي هيعملوا ايه؟ قلت ايه يا باش مهندس؟ مالك مبلم يا دكتور؟ يا ماما احنا استوينا على الجنبين كفاية كده. يا دنايا جرحت احاسيسك؟ تعال تعال يا حبيبي في حضن امك. امك على اخرها كل شوية تسأل عليكي. طيب انت كمان خير الله صحيكي وحصحيكي. ها اي بتصحيني ليه يا بنت؟ وانت كليكي نوم من اصله؟ ما شفتيش كان شكلها ايه امبارح بعد الحفله؟ وايه اللي حصل يعني؟ اتعاركت مع الراجل اللي عايزه تبيعه الفيلا، طولت لسانها عليه شتمها، يبقوا خالصين. يا خرابي وطي صوتك، اوعي تقولي الكلام ده قدامها. انت موقفه الدنيا على رجل، واخواتك الاثنين واخدين طابور ذنب وشكلهم يصعب على الكافر. اخواتي؟ وايه اللي جاب اخواتي تاني؟ صحتهم من الفجريه، ما هي ما نامتش طول الليل، واني طبعا فضلت سهرانه جنبها. انا مش عارفه حاجه خالص، ومش عارفه امي دي قرارها ايه بقى. روحي لها يا سمحه وهديها، انت اللي بتقدري تاكلي بعقلها حلاوه. تعرفي اني هخليها تنسى موضوع الدكتور ده نهائي. انا مش عايزاكوا تضربوه، ولا قلتش تضربوه، ولا تقدروا تضربوه. ان كان على الضرب اي عيل عندي في الوكاله يجيب اجله في 5 دقايق. أنا عايز أزيله، عايز أجيب مناخيره الأرض. طب إزاي؟ قولينا بس وإحنا ننفذ. عايز الفيلا وغصب عنه وبالتمن اللي أنا أقول عليه. مامتي حبيبتي نهار أبيض، صحيتي يا عين أمك؟ صباح الفل. أما أنا عندي بقى ليكي حتة مفاجأة هتخليك تقومي تقف وتتنطري جالي وتزغرطيلي كمان. قولي يا حبيبتي وفرحيني. لقيته يا ماما، لقيته. إيه هو إيه اللي كان ضايع منك ولقيتيه؟ مفيش حاجة ضاعت يا ماما، أنا بتكلم على العريس. عريس؟ ايوه، مش قلتلك لما احب اتجوز هختار اللي على كيفي واجيبه كده من ايده لحدك واقولك عريس اهو. وده وقته يا سمحه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ استنى بس استنى. ومين هو بقى يا ضنايا العريس اللي انت اخترتيه؟ هشام ابن انكل انيس المحامي. وزين ما اخترتي؟ لا بقى لا يا ولاد، دي عايزه قومه وزغروطه. ساعدوني ساعدوني يا حبايبي. هي دي بقى المفاجأة اللي انت عاملاها. طب انا بقى محضره لك مفاجأة تانية. شوفي بقى، لا الدكتور اللي اختاره فيك، ولا المهندس اللي اختاره خيري، ولا العرب ابن حنفي، ولا الرسام ابن انيس. انت عارفه انا هجوزك مين؟ النونو. نعمين يا ست الكل. حاضر استاذ ابو طالب المحامي. هو حضرتك ما اتصلتيش بيه في المكتب؟ لا خلاص هروح انا ادور عليه، قلب عليه الدنيا في المحكمه واجيبه. مين؟ استاذ انيس كمان؟ عناية يا ست الكل، صواني. خير؟ خلي بالك من الوكاله، هاخد النص نقله هبرم على انيس ابو طالب اجيبهم من تحت الارض. ماشي ماشي، انما حالتها شكلها ايه؟ روحها المعدنيه في الحديد ومنهاره عصبها خالص، وربنا يستر. بس بقى انت اللي غلطانه، جايه لها في الوقت ده بالذات وتقولي لها اتجوز ابن انيس. ارتكبت جريمه؟ انت اتخبلتي في مخك يا بنت انت. ما تشخطش فيا يا خير، انا مش ناقصاك انت كمان. شوف البجاحه بتاعت البيت، ما هي برضه حكايه النونو دي كتيره قوي. انت صدقت يا فكري؟ ده من غزها بس. مرات عمي بتقول اتفضلوا انتوا على شغلكم، مش عايزه تشوف حد منكم. الواد جالي المحكمه اتخبيت، زغت منه وجيت اسالك قبل ما اروح لها. حصل حاجة بينكم امبارح؟ حضرتها انتهزت فرصة الحفلة وفتحتني في موضوع الفيلا تاني، رفضت، طولت لسانها، اديتها على دماغها. ايه؟ ضربتها؟ ضربتها ايه يا انيس؟ انا راجل متحضر ومثقف. لا، اديتها كلام في عطمها. باظت المسائل. مفيش حاجة باظت. لكن مين اللي قال لها انما ممكن ابيع؟ أنيس. إيه يا دكتور؟ في إيه؟ في إيه بينك وبين الست دي؟ هيكون في إيه يعني؟ لا ما تبصريش البصات أرجوك.
بصت ايه يا انيس؟ ده مجرد خاطر فات على بالي. هي وعدتك بحاجه؟ لا كله كده دكتور. ايه مالك اتنفضت كده مره واحده؟ زي ما يكون كلامي جه على الجرح كده برضه يا دكتور. مصر تهني وانا قلت كلام فيه اهانه ليك؟ ومن حقك انك تاخد كوميشن لصفقه بيع هتمشيها ها؟ بس مفيش صفقات تمت لسه. وانت ايه رايك؟ رايك انت يا دكتور. يعني لو ما كانش عندك مانع من البيع في الحاله دي ممكن نجيب اعلى سعر، يعني ممكن نوصل لغايه 5 مليون جنيه. ياه 5 مليون مره واحده واكتر. احنا ننتهز فرصه لهفه فض على الفيلا ونتقل. طب ايه رايك بقى؟ انا متاكد انها بعتلي النهارده علشان تقدم عرض اكبر كده. ايوه. طب روح انت شوف المزاد هيوصل لحد فين. يعني سعادتك ما عندكش مانع تبيع؟ اما اشوف اخر اللي عندها وافكر. ما بقتش اكل من كلامك يا انيس. انت ما تنفعش، ما انتش قد ده. الله، ده انت جابني عشان تهزقيني بقى يا حاج. لو انت الصادق هزقك حاجه والحاجه التانيه احملك كلمتين تقولهم للدكتور بتاعك. انا محدش يقدر يهزقني يا فضه. فضه كده حاف. معلش الحساب يجمع. بكره اوريك ممكن اعمل فيك ايه. تقدري تعملي في اللي مسكنه زله ولا كسر عينه، لكن المحامي الشريف اللي زيي ما تقدريش تمد ناحيته صباع واحد. طيب يا شريف، وما دام قمت واتنطرت وعايز تمشي خد معاك كلمتين، كلمه لابو الغار وكلمه لابنك. قول لابو الغار انني هاخد الفيلا برضا او غصب عنه وهمشي من اسكندريه كلها. ربنا يديك الصحه يا حاجه. وقول للمفعوص ابنك يبعد عن سكه سمحه، بنت فضل مع الداوي ابعد له من نجوم السما. ابني ما بيحبش نجوم السما يا حاجه ومش عايزها. احسن تقول الكلام ده لبنتك المتربيه. عايزه مني حاجه استفضه؟ جرايه يا ابو طارق، انا مش ناقصه استهبالك. مضروب على قلبك ولو بوزك من ساعه ما جيت ليه. ما انت اللي مطنشاني يا حاجه. حطيتي تقلك في كفه انيس وقلت لنفسك هو اللي هيجيب اللي انا عايزاه. اركن ابو طالب في الظل. حتى عيد ميلاد المدمزيل سمحه تدعي له كل اسكندريه الا انا. ونستغنى عنك يا ابو طارق؟ ما كل شغلي بين ايديك. مين عارف، مش يمكن لو انيس مشالك البيعه كنت سحبتي مصالحك وقضاياكي من مكتبي واديتيها له. لا مش انا يا ابو طارق. انيس ده كان سكه للراجل بتاعه، لو كان هيمشي لي البيعه كنت هديله اتعب واقول له مع السلامه. ها وازاي الحال دلوقتي؟ اهو شغلي بين ايديك، وريني بقى شطارتك. برضايا او غصب عني؟ وهتمشيك من اسكندريه كلها. تمشي مين يا انيس؟ ده كلامها يا دكتور. الله الله، لما نشوف هتعمل فيا ايه. الولية دي مش سهل. هخاف منها يعني؟ انا لو منك اخاف. ليه؟ هتعمل لي ايه؟ توصي السمكين بتوعها يقتلوني؟ لا مش هتوصل للقتل، لكن ايه؟ اتكلم. فضل معداوي دي مش مجرد ست، ولا هي مجرد معلمة في حلقة السمك حواليها صبيان وقلاضيش، ولا هي حتى مجرد ست غنية معاها فلوس. فضل معداوي دي مركز قوة دكتور. طب انا هضرب لك مثل واحد عشان تعرف قصدي. مفتش تموين قام مكان السمك في التسعير عمل لها محضر. تاني يوم اتلفقت له وقضية رشوة ودخل السجن وبيته اتخرب. ايه؟ دي تبقى منهم بقى. من مين؟ نفس الفصيلة الحيوانية. مش فاهم. الفصيلة اللي منهم الناس اللي دمروا حياة أمل صبور ودخلوا مطوع السجن. دي تبقى فصيلة كبيرة بقى ومنتشرة. أكتر مما تتصور يا دكتور. وهنسكت لهم؟ قول يا رب هم يسكتوا لنا. لا يا أنيس، السكوت غلط، أكبر غلط. البعد عن اللي زي دول غنيمة يا دكتور.
انا ما بخافش. وهم ما بيستحوش. يعني ايه؟ اسيب لها الفيلا؟ لو عايز تبعد عن الشر وتغني له. لا، هواجهه وانتصر عليه. ما انت عارف ان هي اللي بتطاردني. عارف، بس انا بقى عايزك تبعد عنها برهوان. ما تدهاش اي ريق حلو، خليها تقطع الامل فيك نهائي. اكتر من اللي قلته لها امبارح. دي لو انسانه عندها ذره احساس كانت كسرت ورايا. اقول ازاي ده هشام بنت مدلعه، متربيه على ان اي شيء تحتاجه تشاور عليه يجيلها لغايه عندها في طبق فضه، وصدق ليها هخليها تتشعبط فيك اكتر. طب اعمل ايه يعني؟ اضربها؟ لا، تقفل اي باب ممكن تدخلك منه. يعني مثلا حكايه الصوره اللي عايزك ترسمها لها دي بلاش منها، والالف جنيه العربون تردوه. ماشي، بس دي حاجه غريبه. لغايه امبارح بالليل بس وانت كنت متحمس قوي وعاوزني اتجوزها. ايه اللي حصل مسافه سواد الليل يا ابو هشام؟ اللي حصل حصل النهارده الصبح. بعتت لي وادتني انذار، عرفت ان بنتها عايزاك ورافضه ده نهائي، معتبراك دون المستوى. يعني المشروع اللي كان بيزن في وداني فشل من اوله. الله، ده انت كنت بتفكر فيه بجد بقى؟ وكان ممكن ينجح حتى وهي رافضاه، مادام البنت عايزاك، لولا انك انت من فصيله حيوانيه مختلفه، فصيله الفقريات. استنى، ايه حكايه فصيله الفقريات دي؟ انا عارف ان ثقافتك قانونيه، مالك انت ومال علم الاحياء؟ اسال صاحبك الدكتور مفيد ابو الغار. لا مؤاخذه يا صاحب الساعه. ايوه، ايه ده؟ كوكتيل فواكه من ابتكاري. كوكتيل؟ مع انه مش معاد اي مشروب. المره دي تحيه مني لساعتك. تحيه بمناسبه ايه يا مطوع؟ لاكتشاف ساعتك الفصيله الحيوانيه الجديده. كنت بتسمعنا؟ في الحقيقه يا فندم انا كنت بنظف المكتب، ولا مؤاخذه صوتكم ما كانش واطي. قول لي يا مطوع، الناس المنحرفين اللي كنت بتقاومهم في الاوتيل قدروا يصطادوك ازاي؟ لوحدهم ما كانوش يقدروا يا فندم، لان كنت صاحلهم ومراقبهم كويس. لكن للاسف في الحالات دي دايما الطعنه بتجيلك من الظهر، من الناحيه اللي انت مش باصص لها لانك مطمن. ازاي؟ اللي عايزين يطلوك لازم يلاقوا لك منفذ من جواك. يعني الخيانه؟ بالظبط يا فندم، الخيانه. مين يا مطوع؟ واضح اني فكرتك بكلام مش عايز تفتكره. بعد اذن ساعتك يا فندم. اتفضل. ممكن ندخل؟ انت دخلت اهو بدون استئذان. انا اسف جدا يا جناب الشيف، اصل شفتك خارج من اوضه المكتب وشك اصفر زي الكركم، وزي ما اكون هتصورك قلقت عليك. قلت يا ضو لازم وحتما تعرف ايه اللي حصل. باين عليا للدرجه دي يا ضو؟ اوه ده، وشفت نفسك في المرايه كنت اتخضيت. من غير ما يقصد ايده جت على الدم يا ضو. مين الدكتور؟ سألني تقصد الخيانة؟ قلت له بالظبط يا فندم. افتكرتها، نطت قدام عينيا في لحظة، خيبتي اللي مش هنساها أبدا، غفلتي اللي خلتني أآمن ودي ظهري للي افتكرته صديق. بيقولوا إن الصداقة
جاية من الصدق يا ضو، لكن في حالتي أنا كانت بنت الكذب. تصور كنت بعتبره أكتر من أخ وأقرب إلي من نفسي. خدته من على القهوة ورعيته وكبرته وشغلته معايا في نفس الأوتيل، مش كده وبس، لا وجوزت أختي كمان. وفجأة فتحت عينيا ولقيت سكينة، سكينة في ظهري وإيده مسكاها وديهم مسكة إيده. اشتروه علشان يبيعني، ما ترددش، التمن كان مغري. وشفته بعناية بعد ما خرجت من السجن، بوتيك بيبرق في صفية زغلول. سألت قالوا لي رسماله بخلقه المحل 500,000. قلت لنفسي وماله، الشيف مطاوع بنص مليون. طبعا ما تزعلش، الشيف مطاوع بنص مليون جنيه. ليه لا؟ الشيف مطاوع بنص مليون جنيه. اضحك انبسط. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا آسف جدا، حقك علي يا مطاوع فندي، حقك علي. إيه ده؟ أنت هنا بتعمل إيه؟ ها؟ سايب شغلك ليه؟ اتفضل. إيه اللي حصل؟ قلبت كده ليه؟ ما أنت كنت كويس، لسه كنت بتحكي لي عن الدمل والصداقة. يلا يلا، روح جنينتك وشوف وراك إيه، يلا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اشفي يا رب، اشفي. دكتور مفيد مشرف مكتبي بنفسه. مرحبا مرحبا. ايه الزياره الهايله دي؟ زيارات التفتيش لازم تبقى مفاجاه. القصر كله تحت امرك، تحب تبدا من مكتبي؟ ما يستاهلش، مكتب عادي زي اي مكتب في اي مصلحه حكوميه. انا كنت فاكر ان هلاقي حاجه زي الاتيليه كده، تماثيل، لوحات، الوان. ما هي دي مكاتب الاداره، انما عندنا جوه هنا الحاجات اللي انت بتقول عليها دي. تحب تتفرج على المعرض الاول ولا تاخد تحيه؟ لا سيبك من التحيه، انا عايزك تفرجني بس مش على المعرض. المعرض ده نبقى نيجي له مره تانية برواقه. امال عايز تتفرج على ايه؟ على المكتبه؟ عندنا في القصر هنا ما يلزمنيش من القصر حاجه، انا عايزك تفرجني على محل فضل مع الداوي. محل فضل مع الداوي؟ انت هتزورها ولا تلاقيك ناوي تبيع؟ ما تستنتجش منك لنفسك حاجه، انا لا هزورها ولا هكلمها ولا عايز اشوفها من اصله. انا عايز اشوف الامبراطوريه بتاعتها اللي بيكلمني عنها ابوك وبيخوفني منها. ده المحل الخميره، اول طوبه في الاساس، وكانت اسماك بحري الحاجه فضل مع الداوي وشركاها. يطلع مين شركاها دول؟ اولادها طبعا. بس دي وكاله شكلها حقير، ما تدلش ابدا على غنى. دي الفسوخة اللي لازم تفضل زي ما اتفتحت من ربع قرن. القبهة والفخامة في حاجات تانية. كل ده من كهة؟ ولو ان اسمها مش عليك. يعني ابوك ما بيبالغش؟ بالعكس، يمكن ما بيقولش الحقيقه كلها لان مخافك انا اعرف. كمان حاجه تخوف يا دكتور، بتشاور عقلك؟ قولي كلام غير ده. مفيش كلام غير ده يا مخبل، وسمعاه منها هي في التليفون. يعني الحاجه فضه قالت لك هتجوزني بنتها المزمزير سمحة؟ أيوه، هو أني هقعد أقولها 10 مرات؟ الكلام ده ما يدخلش الدماغ يا خالة، ممكن بتتريق ولا بتهزر. ما كانتش بتتريق ولا بتهزر، دي كانت على آخرها. الظاهر لقيت البت لايفة على ابن المحامي مخها طار، قالت ألمها وديها للراجل يشكمها. يشكمها؟
قلت لك النونو بالاسم بالحرف النونو ابن اختك يا تركية. ولما قلت لها معقولة يا حاجة قالت لي مش معقولة ليه، راجل كسيب وجدع ودراع اليمين اللي ماسك لي تجارتي. ودراع اليمين يبقى بجد 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 يا خالة. السعد انكتب لي، طاقة القدر اتفتحت لي. أنا عليا يا نونو، ده أنا اللي عايز حد يحاسب عليا، عايز حد يطصني بشوية مية. أنا مش دارب نفسي يا ناس، مش دارب. يا رب يا رب يا حنين على الغلابة يا رب. تقعد في البيت معززة ومكرمة ويبقى ده مكتبي. مكتبي والبس البنش كشمير والبوت الأجلسي وعنده رول. ولا يا نون نونو ايه نونو ايه ولا يا حمو. مالك يا معلم نون؟ حضر لي الشيشة العجم يا ولا، واجرى لي حماد ابن حنفي يقول له يجي يقرا لي الجرانين والمجلات، ويبتدي لي بالمجلة اللي عليها صورة ليلى علوي. الله، انت شارب حاجة نونو؟ هتجوزها لي يا حمو، هتجوزها لي يا حمو، هتجوزها لي. انت فين يابا؟ انت فين يابا؟ تعال شوف ابنك، اعبر الحيطان والاسوار يابا، وتعالالي تعالالي خدني في حضنك ودعني دعني ابكي على صدرك وبل البنش. جوزها له؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ ولا هو بلسانه يا معلم، انا جاي اقول لك عشان خايف عليه. الظاهر عليه متعاطي حاجه وبيخاطره، وبعدين الكلام يوصل للمعلمه تصح فيه وتبهدله. معاك حق، لازم نلحقه. يلا بينا. روحك المعدنية عالية، أنا والعربي واحد. سلامتك يا نونو، مالك؟ إيه؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ إيه اللي أنت فاكرني واخد حاجة؟ أنت هتشمشملي، روح يا جدع بطل الحركات دي روح. ما هو مش واخد حاجة هو حمو. بس لا مؤاخذة بقى، أنت اللي واخد. واخد مهموز عجب هيطلع من نفوخك هتشوف. يلا. يلا اخوانا عندنا اشغالنا، مفيش داعي للمهارطات. يلا يا سيدي اقطع دراعي مكان مخك ضارب. عندناش وقت للمتشكشكين والحاكدين. يلا. ولا نونو انت بتتكلم جد ولا؟ انا بتكلم من مصادر موثوق منها، ولما تيجي المعلمه بقى افهم منها شخصيا. وانا لسه هستنى لما تيجي المعلمه. عشان اما يا ابا العربي داخلين نشتري يا توفيق بيه. أنا قاضي الفليتين بتوع جاناكليس كلهم لط واحد. وانت مالك ان كان كاري ولا مش كاري؟ لا حقك هتاخده بعد ما تسحب رجالتك من المزاد. مع السلامة. خير يا حنفي. مع اني كنت زعلان منك عشان الكلام الجامد اللي سمعته لي امبارح، انما قلت ما بدهاش على حنفي. الحاجة فضة برضو مهما كان عشرة عمر ونسب وجيرة. وبمناسبة ايه الموشح ده كله؟ اتكلم دغر. ما يخلصنيش اللي هتعمليه في بيتك ده حاجة. بيتي؟ مالي؟ ايه اللي هعمله فيها يا حنف؟ ما وصلتش للنونو يا معلمة. ايه؟ النونو؟ طيب يا تركي، لحقت تذيع الخبر؟ خبر؟ ايوه يا جدعان، يبقى العبارة صح بقى. ومالك بتحزق كده ليه؟ صح ولا غلط؟ وانت مالك؟ انت هيكون قلبك على بنتي اكتر مني؟ سمحة تتعدي بنتي برضو يا حاجة، وعشم هو اللي بيخلينا اتدخل ويقولك لا. انت كده بتهنيني انا شخصيا،
بتقولي بالمفتشر ان الواد النونو احسن من العرب ابنك. طب ما هو احسن منه. لا اباه، ايش جاب الواد الجاهل ده هو تلبني المتعلم المتسقف. صوتك عالي يا حنفي. صوت الحق دايما عالي يا حاج، وانا ليا عندك حق. حق يا اخي جت كسر حقك. معلش مقبوله منك برضه. مش وقت الكلام في العرسان والجواز يا حنفي، اتقي شر السعاده وغور من خلقتي. ماشي ماشي يا حاج امرك، بس لعلمك بالذوق بالعافيه محدش هياخد سمحه غير العربي ابنك. ايه بتقول لنا الكلام ده يا حنفي؟ من عاشمي من عاشم يا حاج، ده انا حنفي، حنفي اللي وقف جنبك سنين وسنين وحماكي من غلان الحلقه، ولا نسيتي؟ مش وقت الكلام ده. اعتبر ده وعد منك يا حاجه. مع السلامه يا حنفي. ماشي سلام. كده يا ماما اهون عليك تعملي فيا كده؟ اتلم يا بيت. انا مش متبعطره يا ماما. وانا مش هسيبك تتبعطري يا عيون امك. يلا قولي لطوطم تلم هدومك تحطهم في الشنط. على فين؟ على الانفوش يا حبيبتي. مستحيل يا ماما، انا ما اروحش الانفوش ابدا. انا مش هتنيها كلمه يا بنت الشاطر. اه يمين ثلاثه، انما انجريتي معايا دلوقتي لكون خانقاكي بايديا الاثنين دول. راح فين غريب ده؟ نزل من البيت بقاله ساعتين، يمكن عدى على حد من الزباين. طب تعال. ايوه الظرف ده فيه 1000 جنيه. حلوين بالصلاة على النبي. مش بتوعنا دول، أمانة. عارف يعني إيه أمانة؟ ولا الكلمة دي مش موجودة في القاموس بتاعك؟ لا موجودة بيه، حاشلهم لك في الحفظ والصور. لا يا حدق، دول هتاخدهم دلوقتي وتنزل على بيت الحاجة فضل معداوي في رشدي. عارفه؟ طبعا عارف. توصلهم للأنسة سمحة. عارفها؟ أمال يا أستاذ. الفلوس معاها جواب، يعني الظرف ده ما يتفتحش. أيوة يا أستاذ هشام، سرك في بير. ما فيهاش أسرار. يلا ديلك في سنانك طيران وترجع لي، انا مستنيك. هذا بالمؤاخذه ايدك على شيلن. شيلن؟ شيلن جديد، حته ب5 جنيه لزوم التاكسي. وتاكسي عشان ايه؟ مش في جيبي 1000 جنيه، لو ركبت الترام ولا الاتوبيس هيتسلكوا. اه معاك حق. خد 2 جنيه بس، واحد رايح واحد جاي. يلا. ما كفوش. ليه؟ مانيش من البلد دي؟ هو المشوار من منشيه الرشد ياخد كام على البنديره؟ وانا هعمل مشوار بلوشي؟ خد. ما تستزوى يا اخي، معيش غيرهم. ايه ده؟ راحت فين؟ راجب، انت يا راجب. ده هنا يا هشام. كنت فين يا بابا؟ كنت في النقابة بدفع الاشتراك. اقعد. ايه ما حدش بيرد؟ حاجة غريبة. المفروض امل مستنية مني تليفون الساعة 5 عشان تلبس وفوت عليها نروح القصر افرجها على المعرض. الساعة دلوقتي 5 وربع، اكيد في حاجة غلط. جايز التليفون عطلان؟ جايز. مفيش فايدة، أنا هضطر أروح لها من غير تليفون. أحسن برضو عشان تطمن بنفسك. إيه يا فنان؟ واقف ليه؟ ولا حاجة، بس مفلس. مفلس؟ ومكسوف تقول؟ بريزة اهي. معلش يا بابا انا اسف، اصل اضطريت اجرح المبلغ بتاع سمحة عشان اجيب لها هدية عيد الميلاد، ولما نويت ارده كملت كل الفلوس اللي معايا واستلفت كمان. المهم رجعتهولها؟ رجب لسه واخدهم دلوقتي وحيوصلهم لها. رجب؟ ما لقيتش غير رجب؟ في الحقيقة اه ما لقيتش غيره. وبعدين انا مش فاهم، ما دمت مش مستأمنه مخليه في المكتب ليه؟ ظروف يا اخي، ربنا يستر. اتكلمت على الله. هشام
ايوه بابا. اذا كنتوا رايحين مكان تاني بعد المعرض البريزة مش هتكفي، جايز تكونوا هتتعشوا ولا حاجة. لا ما تخافش، بالكتير هنتمشى على الكورنيش وناكل دورة. دورة؟ هي فين ايام الدورة؟ ما راحت من زمان. طيب مساء الخير. مساء النور، عايز ايه يا فن؟ الست سمحة موجودة؟ اصل انا رحت لها رشدي البواب قال لي انها هنا. وانت تطلع مين؟ لا بس قولي لها واحد من طرف الاستاذ هشام. مين؟ طيب خش. وعينك سودا. يا حاجة فضة. حصل ايه يا ست؟ يا حاجة حصل ايه؟ حاجة فضة. الواد ده مرسال بعته من المحامي انيس لسمحة. اهلا وسهلا بمرسال الحبايب. انا لا اعرف حاجة ولا ليا دعوة بحاجة، انا هدوب مرسال. سيبيه يا تركي، تعال اهبقى اللي بعتك تقوله بسلامته. لا انا مش هقول حاجة، انا معايا امانة لازم اسلمها للمزمزيل في ايدي. ايدك اوعى ايدك يا ماما، دي حاجة جاية لاني وما يصحش تاخديها انت. معلش اصل امك كلية بلدي وعلى نياتها، ما تعلمتش في المدارس الافرنكة. اهدى اهدى كله فلوس. الاستاذ هشام بيقول ان دول 700 جنيه اللي قدر يبعتهم، الباقي هيتصرف فيه. ده جواب يا ده يا لنا ولا انت بنقرا يا تركي؟ اقراهولك انا يا ست الحاج. خد سمعها يا ماما، اعملي معروف. عيب كده بس. اقعد يا تركي اقعد. تلاقيك يا غلبانة عمرك ما سمعتي جواب غرام في حياتك. لا وايه جواب مغمس ب 700 جنيه؟ الاخت الانسه سمحة. الاخت بس يا تركيه كمل. لظروف خاصه بي لن استطيع رسم الصوره التي طلبتها مني، اسف لاضطراري لرد العربون، ارجوك الا تحاولي الاتصال بي باي طريقه لانه لا يمكن ان تكون بيننا علاقه من اي نوع، وشكرا هشام انيس. لا بنتي ما يتقلهاش كده، سمحة ما يتقلهاش لأجمل ولا أغنى واحد في البلد. ما تبطلي الواحد يا بيت. مش قادرة يا ماما، هفرقع هتجنن. ليه يطلع مين ده اللي يخليك تفرقعي؟ ده لا عاش ولا كان. متغاظة يا ماما. يا عبيد يا عبيده، ده انت بنت تفضل مع الباب، كل رجاله وجدعان اسكندريه يقفوا لك طابور على الباب. الا ده يا ماما، لا هم مفضل مع الداوي ولا راضي حتى يقف في طابور لوحده. ليه يا دنايا؟ ده انا عملت اللي عملته فيك النهارده من خوفي لا يكون ميل عقلك وضحك عليكي، لكن ما دام طلع مخبي الوهبل يبقى الحمد لله وبركه يا جامع. واسيبه يضربني الالم ده؟ اسيبه؟ ومن قالك انني حسيب؟ لا يا حبيبي، ده انا حبكيه بدل الدموع دم وخليه يركع تحت رجليكي وانت اللي ترفصيه. ايوه يا ماما، لو كنت بتحبني صحيح. صبرك عليا هيحصل، انا حطهم في دماغي هو وصاحبه. صاحبه مين؟ الدكتور الانزوحي ابن ابو الغار، حاكم الواد اللي جاب الجواب قال لي انهم اصحاب قوي. يبقى هو اللي مسلطه عليا، هو اللي عصاه. انا كمان مش قادر الاقي ابوها، عمال اضرب تليفونات من الظهر ما بيردش، لا في العياده ولا في البيت. هيكونوا راحوا فين يا دكتور؟ ما سالتش البواب ولا الجيران؟ ما جاليش جراءه اخبط على الجيران، والبواب لا شاف حد ولا عارف حاجه ولا عايز حتى يرد عليا. المساله تقلق فعلا. متهيألي حاجه مفاجاه اضطرتهم يسافروا. يسافروا؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ مش جايز يكونوا عند حد من قرايبهم هنا في اسكندريه؟ متهيألي لا. لو لا لا لحظه يا فندم، ترانك من مصر. هات هات هنا. الو. ايوه يا دكتور صبور، خير؟ طمني. خالت امل؟ لا سلامتها. اكلم امل لو معاك. امتى؟ بكره؟ راجعين بكره مش كده؟ يا اخي سيبني مش قادر اتكلم. ايوه معاك يا دكتور. لا تقوم بالسلامه ان شاء الله. ايوه
حاضر، حبلغه. مع السلامة. خير، أمل مش معالي. اديني فرصة أفهمك بهدوء. أمل يا سيدي في مستشفى المعادي مع خالتها. الست هتعمل عملية كبيرة بكرة الصبح. تعبت النهاردة الفجر، كلمتهم ونزلوا على مصر بسرعة. عشان كده واضح ان هي كمان متلخبطة زيك واكتر كمان، لانها طلبت من باباها يطلبني وبلغني اقولك انها اسفة جدا عشان الميعاد بتاع النهاردة. منتهى الرئة والذوق والحساسية. ايوه يا سيدي، واضح ان الخط البياني بيعلى لفوق بسرعة البرق. مش زي ما انت متصور يا دكتور. ده مش تصور، ده كل شيء واضح. المسألة مش أكتر من مجرد صداقة. وهي صداقة شوية يا هشام. لا طبعا يا دكتور، ما قلتش كده، بس أنت مش قانع بالصداقة. مش عدم قناعة، عدم اقتناع. في حاجة مهمة جدا لازم تلاحظها يا هشام. أمل لسه طالعة من تجربة زلزلتها، ممكن تكون أفقدتها أي إيمان بالحب أو أي علاقة عاطفية بأي راجل. ومدام طلبت منك إنكوا تبقوا أصدقاء، ده يدل إنها خايفة ومش مطمئنة. أنا فاهم كده يا دكتور. ما دمت فاهم يبقى تصبر، اديها وقتها بالكامل. ما تلحش عليها، ما تحاولش تضغط على مشاعرها، ما تخليهاش تحس انها محاصرة علشان ما تهربش. انا ناوي على كده فعلا. وفي حاجة تانية مهمة جدا يا هشام، قضية الحب قضية ثانوية جدا بالنسبة لأمل. كنت متصور العكس، ومتهيألي انها عايزة تسترد ثقتها بنفسها وبالناس. مش من خلال علاقتها براجل بس يا هشام، الأهم إنه ده يحصل من خلال قضيتها الأساسية، من خلال رد اعتبارها ورجوعها لعملها وهزيمة الناس اللي تأمروا عليها وحاولوا يدمروها. تصدقني يا دكتور إذا قلتلك إن ده نفس الكلام اللي بفكر فيه بالحرف؟ مصدقك يا ابني. وإذا قدرت تخلي ده أساس علاقتك بأمل، هتوصل للحب الإيجابي الحقيقي، الحب اللي يبني ويكبر. حكاية الفيلا دي ما بقاش فيها نقاش، الست والدتكم شبطنا فيها، ومفيش فايدة من أي محاولة نعملها معاها عشان نصرف نظرها عنها. أنا شخصيا مش فاهم السبب. بتقول إنها عايزة تضمها للأرض اللي اشتريتها عشان تطل على البحر. وأنت مقتنع بالسبب ده يا باشمهندس؟ ولا أنا مقتنع، بس هنعمل إيه؟ ننفذ لها رغبتها. البركة فيك بقى، أنا تعبان أصله، ما نمتش امبارح كويس. وأنا كمان، مراتي ما بتتعشاش إلا معايا. شوية يا دكتور، الصبر يا باشمهندس. انا محتاج لكم. في ايه بس؟ انت تتصرف زي ما يعجبك. مش لوحدي، لازم تبقوا معايا في الصوره، ولازم توافقوا على اللي انا بعمله. يا سيدي احنا موافقين مقدما، تحب نمديلك على تعهد؟ وبعدين ماما هي اللي هتوافق مش احنا. الحاجه فضه ساعات بتزرجن، في حاجات بينقح عليها فيها عرق الشهامه وجدعانه ولاد البلد وتبوظ الدنيا، زي نهار ما رجعت المستندات لانيس بعد ما كنا خلاص عفقناه من رقبته وبقى تحت رحمتنا. وانت ناوي تعمل ايه يا متر؟ مش حسيب طريقة، بس تكون في حدود القانون. القانون ده لعبتي ومش هو لوحده، هلعب على كل الخطوط، بس عايز اللي يحمي ظهري مع الحاجة. احنا يعني؟ لو عليكم امشي وظهري مكشوف احسن. مش فاهمين. ربنا يقدرني وفهمكم. بالعربي كده انا محتاج لحماك وحماه. حماية؟ وحماية؟ ايوه، الحاج شرشر ومرزوق بيه. داوي يا ابو داوي، ابو داوي يا ابو داوي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح ايه يا ابو داوي؟ ايه اللي بيحصل ورانا ده؟ دول الجيران يا فندم بيدقوا الخوازيق، الظاهر ناويين يبنوا. يبنوا؟ يبنوا ايه يا مطاوع؟ دي الفيلا زي ما يكون تحتها زلزال. انا بعت يا فندم الضوء يسهل، قالوا له انهم هيطلعوا بناطحه سحاب علو 25 دور. ناطحه سحاب هنا؟
ده الشارع اللي بنطل عليه عرضه يا دوب 15 متر. دي ارض الست بتاعت السمك. طيب ودولت هيفضلوا يدقوا كده لغايه امتى يا مطاوع؟ بيقولوا يا فندم حفر الخوازيق هيستمر شهر وشويه. ايه؟ لا ده مش ممكن، مستحيل. فعلا يا فندم الصوت مزعج جدا. ان كان على الصوت تحط قطن في ودانا، لكن الفيلا يا مطاوع، الاساسات الجدران. البركه في الحاج شرشر نسيب البشمهندس بعت لنا المعدات وشغاله على ودنه من الفجر. ولسه اولكش ده يا دوب زغزغه على خفيف. انت تؤمر يا ست الكل. تعيش الهمه يا ابو طالب. طبعا تكمل، واي عقده تقابلك تبلغني وانا احلها لك في ثواني. مع السلامه. فين العجميه يالا؟ جايه حالا يا ست الكل. ايه ده؟ مالك واقف نايم على روحك؟ اصلي ما نمتش امبارح طول الليل، لم يغمض لي جوف. ليه؟ كنت سهران في انهي داهيه؟ في زريري. بدعي لك طول الليل وعيط. بتدعي لي وايه يا روح امك؟ وعيط وعيط من فرط الاستئصار. خيبك، وليه الاستئصار ده؟ بعد ما بلغني عطفك عليا وثقتك فيا وانك استأمنتيني على الجوهره المكنونه المصونه المزمزه الرصينة. فكرتني، ده نسيت امسك خالتك وامسح بيها الارض، لكن معلش باقيه. باقيه ليه؟ حضرتك ما كنتيش عايزه تقول لي يعني هتعملها لي انت مفاجاه؟ اصطبحنا واصطبح الملك لله. روح دلوقتي يا نونو، انا مش فاضيه لك. طب قلنا بس يا الحاجه ممكن اخد اذن اجي ازوركم النهارده؟ وتاخد اذن ليه يلا؟ ما انت بقالك سنين بتدخل بيتنا، اشمعنى دلوقتي هتستاذن؟ لا ما هو دلوقتي الوضع اختلف، لازم اخد الاذن وادي خبر عشان العروسه تستعد. يا اخي استعدوا لخرجتك، امشي يلا، امشي نبطحك. اتفضل استريح يا دكتور وقول لي ايه الحكايه. الفيلا هتقع يا هشام، هتنهار. ازاي الكلام ده؟ ما انا سايبها امبارح عاديه ومفيش. اطلب لي الاول شويه ميه. يا دكتور يا جناب الدكتور يا سعاده الدكتور يا دكتور. ايه ده؟ انت بتنادي على جوافه؟ قول لي اعمل معروف الاول، الدكتور فين؟ انت شايفه قدامك خارج بالعربيه بقاله ساعتين وما جاش. يا دي المصيبه، يبقى لازم ندور عليه. تعال هنا. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الجماعه اللي بيفحطوا ورانا. مالهم؟ بيحدفوا علينا الرتم والتراب في الجنينه. رحت مديريه الاسكان قالوا لي روح مجلس الحي. رحت مجلس الحي قالوا لي المهندس مش موجود. حاولت اعرف مين اللي صرح للناس دول، محدش رضي يدلني. كلمة واحدة لقيتها على لسان الكل، بيقولوها البعض كأنها كلمة سر في رواية بوليسية. كلمة ايه؟ الحاجة فضة. ما هدي بالظبط زي يفتح يا سمس. اتضح يا اخي ان كلهم عارفينها. الظاهر ان التجار السمك مشهورين قوي هنا. بتضحك ليه يا استاذ التراخ؟ ولا حاجة يا دكتور، خلينا في المهم. واضح جدا ان الضرب تحت الحزام ابتدى. تقصد انها متعمدة تعمل ده؟ دي براءة ولا سخرية يا دكتور؟ انا مستعد اراهن بعمري كله ان فضل مع الداوي ما عندهاش اي نية تبني دلوقتي. امال الاوناش اللي بتدق جنبي دي ايه؟ بداية الحرب يا دكتور. حرب؟ هي مش استحلفت لك وقالت لك هاخد الفيلا برضاك او غصب عنك؟ ايوه بس. بس ازاي؟ مش كده؟ اول خطوة تطفشك تجيب الاوناش وتفضل تدق جنب دماغك لغايه ما يجيلك انهيار عصبي. مش مهم الاوناش والدق، استحملها لغايه ما الاقي حل، لكن الفيلا مش هتستحمل. انا مش مهندس وجايز ما افهمش في المعمار والاساسات، لكن ده شيء بالعقل. جدران اتبنت بقالها 100 سنه مش ممكن تصمد قدام الزلزال ده. فعلا لازم نشوف حل سريع، وما فيش الا القانون. بينا يا دكتور نروح لبابا. ويا ريت على حد كده. في ايه تاني؟ مطاوع لسه مكلمني من شويه، التراب اللي بيطلعوه من ارض فضه بيرموه في جنينه الفيلا. ايه ده؟ اجرام، ده تخريب متعمد. اعصابك يا دكتور، هدي نفسك وهنشوف حل. ما قدامناش الا حل واحد،